So guys, nandito kami ngayon sa Abu Dhabi Cornets daw ito. Ayan, bumaba kami. Pero klaro ka init. Ah, grabe. Nandito yung mukha ko. Ayun, ang ganda ng ano ito. Ayun. Yan oh. Yan. Ang ganda ng halaman na ito. Hindi ko man alam kung ano ito klaseng halaman. Ayun oh. Yubi! Hindi ko alam kung ano klaseng halaman ito eh. Verbas? Ato? Ayun o, the police catch the bus guys. Hindi namin alam kung ano ba ang problema. Basta, hindi catch lang ang bus. Ha? Bigin-bigin up! Ah, bigin-bigin up! Hindi na makita, Jog! Yeah. Hello guys, nandito kami ngayon sa museum ng Abu Dhabi. Nice by aircon. طالب عايز جعفر محمد بالتمر والسمك والمالح الناشف والأرضية وأغراض البيت تسير مسافات كبيرة لين ما توصل لواحد ليوة والعين بنفس خط السير اللي استعملوها أجدادنا من قديم الزمان. كانت البوش تحمل الحطب والفحم والأكل والعلف بين الساحل والواحات الداخلية. كانت تحمل لها الساحل والواحات في موسم الجير بعيد عن الحرب. الماي يونس الإبل ويسعدها لأنها تشم ريحة الماي عن بعد ويصب على واحة العين ماي المنابيع الحارة من تحت الأرض وشبكة من الأفلاج حفرها جدودكم وسحب الماي من الجبال. الوديان في العين متروسة بالنخل والخضروات والفواكه والأعلاف. العين جنة من البراد والهدوء بالليل تعشش وسط الشجرة المراعي والحلال الطيب وفي الجيل كانوا يخيمون حول عبارة الماي الواحد. ولما كانت العوائد ترحل من الشاطئ للداخل في فصل الجيل كانوا ينتبون بربحهم تحت الباديه وكان اغلبهم يعيشون في بيوت الشعب عشر المنطقه والمكسوسه بسنين والحريم والحريم يحضرون الطعام واستعملنا الجذور ويستعملنا الخبز وبالميس يجلس السفنجان بالحماس يشربون الهواء. أجدادنا استوطنوا بهالديرة الطيبة قبل أكثر من 5000 سنة استكشفوا البلاد المنطقة حواليهم وكانت ساعة استخراج النحاس كانوا يستخدمون النار لتحطيم وتكسير الصخور. كانوا دوم يحتاطون ويأخذون حذرهم لما ينزلون للمنجل لأن نزولهم كان يشكل خطورة على حياتهم. لما يستخرجون النحاس كانوا يذوبون بعروق ليفصلون النحاس عن المعادن الأخرى. العملية كانوا يسمونها إذابة النحاس وكانوا يأخذون النحاس السائل ويصبونه داخل القوارب ويصنعون منه الأسلحة والأدوات والمخرجات. ولما يبرد النحاس من القارب كانوا يطلعون يدبوه بالشاكوش بالشكل اللي يبونه. كان ياخذني البحر بعد المدرسه
من زمان كان فيه كثير مراكب مال صيد النوم وتبحر من هذول كل موسم صيف، وكان رحيلهم يترك أثر كبير على الأهالي والمجتمع، لأن العوائل كانت تغرق على درايبهم الصيد، ونصف منهم كانوا ما يردون لأهلهم، كانوا غواصين يلقون أجداد على أجسامهم ووصول عمق البحر يدورون على البحار، كانت شغلة خطرة لأن قناديل البحر كانت تلسعهم. This one the big aquarium. Now just. بس اللي كانوا وفقه يتصيد كان مثل ما يتنسح كان نهار هذه والأغاني اللي تشرح أحوال البحار وتسأل من الله ما يشرح اكتشفوا النفط بالإمارات قبل أكثر من 40 سنة صارت أبو ظبي واحدة من أكبر المنتجين للنفط الخام في العالم. أكثر النفط استخرجوه من باطن البحر عبر شبكة من منصات الإنتاج اللي تستخرج النفط وتخزنه بمستودعات كبيرة. يوجد في أبو ظبي حوالي 6 احتياطي العالم من النفط الخام والغاز. أنا أبي من نفط هذيلة يصونها العديد من الغواصين من أصحاب الخبرة العالية. وين ربك سبحانه وتعالى يا وليدي تحميهم بدلات النفط العالية اللي يلبسونها وينزلون لقاع البحر يشتغلون على أنابيب وسط ماي البحر العميق الأضمر وبين السمك والمخلوقات البحرية. استخراج النفط يا ولدي ما هو بسهل، واللي يستخرجون الناس على استخدام الأبواب والمعدات الثقيلة، يستخرجون النفط من جوع البحر. منصات إنتاج النفط هذيلة معدات وايد متطورة تستخرج كميات كبيرة من النفط من منصات الاستخراج الأرضية والبحرية. معدات متطورة بس لما نصبوها في حين تحتاجوا مساعدة من أبائكم وأجدادكم الغواصين لولو يساعدوهم في وضع أنابيب النفط في أعماق البحر، وكانت مراكب البوم تجيب لهم المويه. اليوم يحتاجون لناقلات نفط جبارة تنقل النفط والغاز الإماراتي لكافة دول العالم. اليوم كل المواطنين بالدولة يفخرون بأبو ظبي ويعتزون فيها لأنها عاصمة اتحاد ومدينة حديثة فيها كل مقومات الراحة والرفاهية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، مثل المساجد العامة ومراكز التسوق الحديثة والحدائق العامة وشلالات المياه العذبة. وتعتبر منطقة الكورنيش من أحلى مناطق أبو ظبي لأن فيها مساحات خضراء شاسعة وحدائق قيناء ومناظر ساحرة على مياه الخليج. خلال فترة من جيل واحد بس تحولت عاصمة وهي الحين مدينة حديثة واسعة ذات تاريخ عريض بقربة أبناء الإمارات والعرب كلهم متجذرة فيها تقاليد وقيم الصحراء والبداوة العربية الأصيلة وتقاليد جدودنا صيادين السمك. Terima kasih.
yan. Yan. Doon din at sa kabila? Oo, oh, ayun doon ka. Ito mga kanina. Sana si sir. Pero joker. Kaya may anak na kasama. Kaya may tapos makakala mo magtataksi yan? English mo pa ko. Pwede po ba? Yung mga Pinoy ko minsan, mga mayayabang na rin, no? Pag nakapunta sa ibang lugar, hindi mo na makausap ng Tagalog na. Alam niya naman na Pinoy tayo? Alam niya naman na Pilipina. Kaya nagulat ako. Tapos ang sagot ko, ha? No. O, sumagot din ako English, o, diba? Waiting for a taxi. Baniatre. Tulog ko na. Sige, kamay ka. Hambal kung ano. Hindi mo ako kuloy yung sagot ko ba? English hira. Kasi Pinay ko. Halata pa nga, no? Na obvious mo na kulang tulog natin. Alam mo. Woo! Gatiniil. Gatiniil yung babae. Yeah. Tapos ang bal ni Patami. Ito bakit kulang sa chinilas? Kawawa naman. Sino nga babae? Ito Pilipina. Nah. Paano? Nakahil silang dalawa. Siguro sobrang pagod na yung paa niya. Ito, o. Oh. Tinanggal niya. Ayan, naghahintay kami na sasakyan ni sir. Ayan na. Ayan na. Parating na si sir. Sana si sir. Ayan na. Ayan na. Punta na kami na.